اليوم سيلكم جولة في بيت. شوفوا دحين بعد ما فتحناها بنخليها ارفع صوتك. شوفوا مرتبتي قبل كم يوم. الله اوريكم ايش اشتريت من سيفريز. قاعد هنا جماعة دحين كثر ما انه خلاص ابغى البس اي شيء مريح. نفسي اروح ببجامتي. والله نفسي اروح ببجامتي خلاص مرة ما لي خلق اصلا نطلع جدة. بس مش نسوي يعني بطلع اشتري تسريح اصلا وننزل. انا في بيتي للاسف لين دحين. فلوق هذا اليوم مبدوء من البيت. اليوم بنطلع جدة بنروح على ايكيا لانه في كم شيء بنخلصه. وانا اتوقع اني ابغى اشتري تسريحة من هناك اليوم لانه انا وضعي بدون تسريحة لا يطاق. بالله خليني اوريكم انا كيف عايشة بدون تسريحة. للاسف انا عايشة على الرفوف قاعد احط فيها اغراض بس هذا داخل الارض. الزبدة اني قلت هناك ابغى اصوركم فلوق في ايكيا. احس وجهي واضح انه مفقعدي بيصحي من النوم اصلا. الزبدة انه ان شاء الله خلاص ما راح ينتهي يعني ما راح نبدا مدرسة في الترم الثاني الا واحنا ناقلين باذن الله. وصلنا ايكيا. واو في كافي خير نشتري ماتشا. اوكي كويس جينا اصلا شو اسمه هذا المول. شوي بدخل سيفورا باخذ لكم شيء. ايكيا فاضي دحين صح؟ ان شاء الله يكون فاضي من جوا. جن صراحه مو مستعده اصور هو مره زحمه. اشتهيت الايس كريم. يدخل ايس كريم اقدر اكله جوا ولا؟ وصلنا ايكيا. مو وقتك تحدي. طبعا يا جماعه وصلنا ايكيا. شوف الصراحة أنا أكثر شيء دحين أحتاجه اللي هو المراية والتسريحة. فهذه الخطة إن إحنا ندور مراية وتسريحة. ناخذ الكيس. ناخذ جوالي عشان ما نسحب عليه. قاعدة أحاول قد ما أقدر إني ما أطالع في الغرف لأن خلاص غرفتي خلصت يعني ما أبغى أندم على ولا شيء. بس يعني اللي أحتاج صراحة نشتري دحين المراية والتسريحة. ها هذه أحلى. هذه أحلى صح؟ شوفوا قسم الكنب هنا. صراحة مرة كان نفسي اشتري كنب الغرفة ذيك الصغيرة. حبيبي ايش تبغى خلاص نقلع ولا شيء؟ تعال تعال. شوفي يعني لو اخذت زي هذه الكنبة الغرفة خلصت يعني. من كرم في الرايح؟ اشياء جيمنج. ايش؟ اشياء للجيمنج عشان يمكن اشتري. كذا خذي اشرب زيهم. حطي شيء اسمه مش بعد الحلاق لما بابا غمز الحلاق خلاص. ايوه. نفسي تمسح حق ميمو. اجلس اجلس. نسدح نسدح. تفضل. ايش فضلت؟ شال جيم من شال جيم. شيلي زي كذا يا جوجو. ايش؟ شيلي زي كذا. لا لا شيلي. شيلي. شوفوا صراحة أنا أول شيء أول فكرة فكرتها هذه شوفوا. فكرت إني ناخذها للماتشا، يعني سعرها أصلاً حلو 239. فا وينت؟ فالحين نشوف الجو. هذا زي حق مين؟ الحين حقنا. اطلع خربان اسوي سكت. ما ابغى اشتري ترى بس كذا يعني اني هذا. طب نسيت نظارتي عشان مع الطبخ ما ينفع بس نظارة. هنا مطبخ الثاني عارفين كيف ما شاء الله شوية أغنياء عشان كذا. انحرق يا الله. أحد يحط قلاية في هنا. 19000 بس 19000 الحمار قلبي الحين مقلوب. الكتاب مقلوب. انا بتبخر الثالث بس 36000 رخيص. ايش في الاكل حينحرق. ايش هذا؟ ايش بك؟ ثقيل. اتوقع كذا احنا وصلنا قسم التسريحات التساريح ما اعرف ايش الجمع. واو حبيت مره حلوه هذه صح؟ لا والله حلوه. ايش زي وجهك يعني ايش قصده هذا؟
ولا هذه حلوه بس احس اني بطفش يعني بعد انا لا شوفي يعني انا في بالي اصلا حتى لو بشريت الله 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 بس هذه مره حلوه والله استنى خليني اصورها يا اخي وخر يا اخي والله مره حلوه بس اصورها صور عشان اوري ماما لان نصور الكود انت تحب اشياء كرنجيه كان متعلم كلمة كرنج وشغلنا كل ما يشوف شيء كرنج لا حول ولا قوة إلا بالله والله حلوة والله بالله طالعوا شوفوا يا هذه يا هذه لأن أنا أصلا غرفتي بنية فا يعني ما ينفع ندخل معاها شيء ثاني إيش هذا إيش تنظيمات صح فك أشوف شوف شو شكلك كبرت كيف حبيتك بالصيف الله شوفوا اللوحة الله شوف المرايات هذه مره حلوه كرم تعال شوف هذه بس افكاره كاين نقدر نسويها في البيت ايش رايكم نخليها فعاليه ونسويها مع بعض في فلوك ثاني والله حلوه مع كرم ضحكني جينا هنا القسم هذا قال يا الله ايام الطفوله بعدين شويه كذا قال شيء من جد حسيت جتني حتى انا لحقت ادراك قال باقي له 10 سنين عشان يصير عمره 20 احس من جد صح اي شفت كيف كبرت كبرنا خلاص باقي كم سنه واصير 20 بالله ابغى كرم خليني اشتري الاسد هذا الله يخليك نسي مقلب ماما مقلب الاسد هذا ما يطيح زي كذا يا طب تعال يلا ما اشوف الاكل مره يحمس بس انا خاف اخذ شيء وما يعجبني ايش الحل جماعه من الاشياء اللي مره اعشقها في ايكيا الكوكيز حقهم مره رهيب حتى صاروا مره كويس شوفوا كيف احب الشوكولاته اكثر من هذا في بقاله شيء بوريكم هي مره طعمه بقاله طعمه اقصد بقاله فيها اشياء بقاله فيها اشياء طعمه اكل جاهز والله انه يحمس كرم مو ما يبغى يا اخي ايش هذا يقهر هذا ايش يقهر حرام نعم جماعه الحين تقريبا خلصنا اغلب اغراضنا مو اغلب اغراضنا بس انا خلصت تقريبا خلصت اشياء التسريحه الدولاب لسه ما استشرت اهلي فيه فخلينا استشيرهم اشوف بعدين احس بتصير غدره ويقولوا لي لا كرم تقول بس استشير اهلي ايش بس باكل تشيل هذا بذوب سلام اطح الجوال لا 10 من 10 اكيد عيب لا جرب باربيكيو بس طب جرب بدون باربيكيو ريحته والله طعم لو انت خايف قلت والله طعم لا لا والله العظيم انه رهيب بس كرم مجنون شوية شوية مجنون شوية الحمد لله النعمة ايش الحمد لله والله انه رهيب والله رهيب ما تخيلوا كرم كم يقيم الاكل 2.5 من 10 لا هذا لا احد يسمع منه كلام والله كذاب والله انه رهيب هات لي بيتي الحين بنبدأ نشوف ايش الاشياء اللي نبغاها ايش الاشياء اللي كذا نحتاجها نزلنا هذا القسم اللي هو قسم الاشياء يعني مو اثاث وكذا لا الاشياء العاديه هذه فهمتوا كيف قصدي هذه مستحيل ما تكون في كل بيت مستحيل ما تكون في بيتكم انا اشوف لقيت اكواب مره حلوه شوفوا الوانها مره حلوه تخيل 19 هذا عندنا زيه في البيت هسه يحمس من اشوف شيء عندنا في البيت هنا ما اعرف ليش جينا نشوف الستاير شوف الستاير هنا كويس صراحة وسعرها برضو كويس نحن طلبنا واحدة من شيئين إذا طلعت مو مرة تمام بنجي نشتريها من هنا جماعة شوفوا هذه المراية ميتة وأشتريها هذه اللي زي كذا كأنها كتل أيوة مساء الخير خير إن شاء الله خير فجأني هذا المهم إنه هذه المراية مرة كذا كأنها يا حبيبي ما تنضغط كوني راح أسوي أيوة أسمع والله إنه مرة حلو أحس مرة ودي أشتريها بالله إيش رأيك لو اشتريتها شوف هذه
يا حبيبي اخر اخر شوفوا والله مره حلو يا جماعه. بابا قال لا، قال بيجيب لي هي بعدين من مكان ثاني. قال يا هذه مراتي التسريحه، خير ان شاء الله. لا مراتي التسريحه طبعا مزحه برجع، يعني ايش اسوي الشك والله. يلا رجع، لا رجع رجع كونوا. ونحن جينا جهه المستودع بنشوف الاغراض اللي احنا نبغاها. كرام الزبدة احراج. تخيلوا كرم الغبي من جده هذه باني اجلس هنا ويدفني. حمار ما ينفع. ما ادري مين المجنون اللي يسوي هذه الحركة. قيم لنا الفعالية، كم تقييم الفعالية من 10؟ ترى قاعد اغطي كذا عشان الكاميرات لا تشوفوني، ولا كاني قاعد اصور فلوق. فوق هذا يبغاني اركب مره ثانيه بعد ما خلاص انا دخت انصرعت. يلا بسرعه مع احلى حاجه في ايكيا البقاله حقتهم، هذه كلها منتجات اصلا سويديه. تخيلوا سويديه ولا سويدي ما اعرف. المهم اصلا حتى اشياءهم رهيبه اللي فيها. هذا 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 شو اسمه، هذا صوت الجزمه من كرم. ترى شوفوا يا جماعه هذا الشيء رهيب، بس اقول لكم شيء ارهب. هذا شوفوا السنبون هذا، بس حطوه في الميكرويف كذا حق ابو كم ثانيه يصير رهيب يا بنات بشكل. طيب شوفوا اللي صاير هنا، احس مره يحمس. 25 جماعه جيت على اساس ابغى ادخل سفارة، ابغى اشتري شيء. يا اخي بس لا تجوا مع الاطفال، الاطفال لا تجوا معاهم ابدا، مو راضي خليني ادخل ولا اشتري ولا شيء. يا اخي يقهر يقهر يقهر. اوكي تمت المهمه بنجاح، اخذت بلاشر لانه يمكن لي ساعه والله الف اقول اشتري بلاشر ولا اشتري برونز. بلاشر محتار بين البرونز حق بنفيت، بس رحت اجرب صراحه مره ما يسوي شيء، عشان كذا قلت ما له داعي. ف اخذت البلاشر من رير درجه هابي الميني قطن هذا، ومره شكرا خالد عاء صراحه مره بسطتني بالمفاجاه هذه. تخيلوا امس اتصلت علي قالت لي انه ترى عندك قسيمه من سفاره روحي حلليها. الله يسعدها يا رب، احسن خاله في العالم. الحين خالتي تشوف الفيديو يكنسلوني من العائله خلاص. اهلي اهلي فكوا لي الباب. خلصنا، اليوم طلعنا بسياره السواق عشان ورانا اغراض. شوفوا كيف انا هذا راح يسقع. طيب راسي كرم قاعد يدور اغراضه في الكيس. Nobody شوفوا راسي حيسقع هنا، وبس بروح ناخذ الطاولات بعدين نرجع على مكه. ليش تتكلم انا اصور؟ انا ما اصور كله. بنروح مكان دحين غير محل طاولات. لا حنخلص حنروح على مكه صراحه شكل بيتنا. نروح نشوف نستلم الطاوله. ايه بعد الطاوله خلاص البيت. البيت كذا الشيء الوحيد الايجابي، مو الايجابي مو الوحيد يعني، بس الشيء الحلو انه بيتنا صار قريب من جده، يعني خلاص كل ما نطفش ما نجي جدا. ما راح نجي، هنشوف ان الوضع خلاص صار اوكي ما راح نجي، بس انه كويس وصار قريب مننا يعني. جماعة أي أحد يبغى يأثث كذا من ناحية الكنب، الطاولات، الأشياء هذه، سوق 7 في جدة يوفر لكم أشياء كثير، شوفوا كل الأسواق أصلاً جنب بعض، مرة حلو. السوق هذا بالذات إحنا جيناه يعني أهلي كل أغلب الأشياء أصلاً اللي في بيتنا شريناها من هنا. يبغى ياخذ الطاولات، أتوقع إن أنا أبغى أنزل صراحة، أبغى أشوف المرايات. اذا المرايات عجبتني بشتري مراية لغرفتي، لانه تخيل اللي في ايكيا طلعت مخلصه للاسف، يعني للاسف ما اعرف ايش الحظ هذا الصراحه. جايز شوف اشتريت المراية اخيرا، يعني اشتريت المراية بس ما في التسريحة بحطها في الارض عادي لين ما الله يهل. شوفوا هذه ورا صراحه نفس اللي في بالي، بس يعني في تعديلات على التسريحه ابغى اسويها. ايوه لا ما اشتريت، ايش رايك حبيبي؟ للاسف انه لين دحين اهلي قاعدين في السوق على اساس بس ناخذ الطاولات ونمشي، بس اهلي جوا السوق ما يخرج مني. اوريكم ايش اشتريت من سيفورا على ما نخلص. شوف انا احس اني راسي بيسقع، راسي اليوم بيتفجر من هذا. قطن درجته مره حلوه، ايش رايكم نجربه؟ نجرب ولا لا؟ ولد اشتغل فوكس. If the world can hang with me. ذكرت موضوع مره نكد علي، احس
ايش رايك برجع البيت اقول لكم الموضوع؟ جماعة خلاص وصلنا البيت اخيرا. خلاص انا مره في التعب، مو في التعب صراحه، يعني وقت مره بدري يعني، بس كرم نايم. هذا الحال يوم لسه على نوم المدارس كلنا، فصراحه يعني يوم جميل. بس خلينا نطلع واغير والبس الهدي ونجي نسالف سوا. يا الله هي بسرعه، عارفين اكثر حاجه نفسي فيها. سنه سنه سنه، ريم ريم الحركه، واخر واخر واخر. شوفوا شيء طبيعي جدا، تمشي في البيت تلاقوا فيه كذا لسه اشياء ما تركبت. شوفوا مرتبتي قبل كم يوم وصلت، ان شاء الله بشوف بكره ممكن اركبها، نصير نركبها سوا وكذا. الحين لازم ندخل غرفتي عشان يلا مالي خلق. صح نسيت اني ما رتبتها، ما ابغى اشوف الكركبه. يلا شو اسوي الشكل الله يعني. قبل كم يوم وصلت تطبيق سكين كير حقتي، وقت الكلام دي رجعت من الصيدلية كمان، بريك مش مشتريات من الصيدلية. يلا بصراحة أنا هذه الفترة أكثر شيء متعبني يا بنات اللي هو الحبوب، الحبوب. فدي هاي شغل اللابتوب، وعلى أساس إني بس أشتري هذا الشيء اللي هو الديرماتي، هذا مرة فنان الحبوب هم يقولوا على كلامهم، يعني مو على كلامي أنا صراحة ما أدري، هذه أول تجربة بس يعني كلهم يمدحوه. بعدين كذا سكت وقالت لي انه ايش، قالت لي انه ترى لازم تستخدم معه غسول ومرطب وواقي شمس. طيب انا غسول ومرطب دائما يعني استلم براندات كذا يعني مره ويطلع لي حبوب زياده، فايش سويت يعني فكرت كذا قلت خلاص يا اخي انا مهائم، يعني بديت مرحله خاص ابغى اعالج من جد، خاص بوقف كل حاجه وابغى اعالج من جد، بشتري غسول ومرطب ديرما بين طيب والمرطب واقي شمس، هذا فيه منه جل يعني كذا. ليش ما يبان في الكاميرا السوارات بالخيوط، فمره كانت حلوه. فالحين رجعت طلعت مره ثانيه. الله ايش هذا، مره في ريحه حلوه. اتطوروا في هذا حقهم مره فنان، كسل هذا مخرب. ايش الاشياء الحلوه هذه، شوف الشكل هذا يا جماعة. شوف أنا مرة منهار على الباكجينج، بس شوفوا أنا دوبي ألاحظ قاعدة أرتب الأغراض وقاعدة أستكشف كذا أتفرج في الأساور. شوفوا طلعت هذه فيها اسمي جوجو، صباح الخير. دعستها نومة من الساعة واحدة تقريبا، فخلاص يعني كويس، بس برضه احس ما شبعت نوم مره. الاحلام ما كانت مره اوكي. طبعا شوف المرتبه قاعدين نفتحها، بحس مره يحمل بس شوف. يلا طبعا ذي حمام اللي قاعد يساعدني الصراحه ما اقدر افتحها لحالي، بابي يدي تقطعت. طبعا انتوا لازم تفتحوها بالمقص يعني احسن، بس احنا ما عندنا مقص للاسف، بس بنكون حذرين واحنا نقطعها يعني لا تنقص. ايوه عشان ما تنقص نفس المرتبه. كرم ركب المرتبه حقته نفس مرتبتي قبلي، ايش رايك؟ حلو والله مره مريحه. بالله ايش رايك كرم؟ تعال اجلس اجلس اول شيء اجلس، لا اجلس هنا لا تنط. ما تشبع. ايش ايش زب تخليك تنام 20,000 ساعه وما تشبع. طيب جيب كاسة مويه. طيب شوي شوي اسوي حقتي ونختبرها كلها. يلا تتنفخ لحالها تخيلوا، يعني شوف كيف اصلا هي مضغوطة يعني. ايوه هذا طيب طيب شوفوا كيف لحني تتنسم، اسمع الصوت. الحين تسحبوا الكيس، احنا كذا فتحناها، فالمفترض انكم تخلوها من 24 ل 72 ساعة على ما ترتاح وتاخذ راحتها، انه خلاص عشان تكون مرة كويسة يعني في النوم. بس دحين احنا بنخليها وبنروح ناكل ونرجع على ما انه خلاص الوضع يصير طبيعي. طبعا مرة ضروري لازم انكم تحطوها في غرفة يكون فيها كذا شباك كبير عشان
يعني لازم تكون معرضة للهواء يعني بشكل عام. احنا زي كذا سوينا كل هذه الاشياء مع كرم، عشان كذا انا حافظ الدرس وقاعدة اعلمكم عليه لو بحد بيشتريها. طبعا شوف المرتبة تتكون من كم طبقة. احلى حاجة انه هنا تحت فيه عجلات عشان تقدروا تدفوه، عشان ما حد يعني عشان ظهركم يعوركم انتوا تشيلوها. وهذه بعض الاشياء اللي ممكن تفيدكم. قررت ان انا استعمل هذا المحصول من محصة سول، جربت من عندهم الكولومبي صراحة مرة رهيب، حتى الاثيوبي. طبعا هذا اللي يصير يوم نجي نسكن في بيت ولسه البيت ما خلص بالكامل، فجاء العمال برا وقررنا انه ما نجلس في الغرفه هنا، نختار اغراض شيئين. طب ماما جنبي، ماما قولي هاي، كيف حالكم؟ كيف الاجازه؟ يلا جاوبوا على ماما في الكومنت. المهم قاعدين نختار اشياء من شيئين للبيت، وحرفيا قاعدين نختار كل حاجه لاشياء البيت. مره انا ابغى اشتري ملابس صراحه، ما ابغى اشتري اشياء بيت يعني. مستهتره؟ انا مستهتره والله من جد. ايش اللي يا بابا مستحيل الكوب يطيح، شوف ها 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 ما يطيح. ايش ارفع ظهري؟ طب ما رفعته. هذا نقاش يومين مع بابا، عشان انا احط كل الاشياء على اللابتوب كذا. بابا كل حاجه في المرتبه عجبته، كل حتى الكيس بيحتفظ فيه. الحين زي ما انتم شايفين هنا الكوب على المرتبه صح، طالع شفتوا ماي كوب. نرجع نعيد، شفتوا ماين كاب. اخلي ماما تصور من عندي كاب. نرجع نسوي اختبار، شوفوا واخر اللابتوب عشان النط اقوى ما عندي. 1 2 شفتوا ماين كاب. كم تقييمك يا ماما لحركه الفعاليه هذه؟ عشان دحين يعني ما انتوا تعرفوني انسانه كل شيء اكبه قدامي. بس من عندك الصراحه شيت وصلت كب كمان من الاشياء، فهي ما عندي مسؤوليه. الله يسعدك، شكرا. تعال بسرعة، عندي لك شيء تعال. نط. شفتوا كيف؟ شايفين؟ هذا أقوى إثبات. جماعة الحين جاء الليل، ولين الحين أصلاً فاتح الشباك. الغرفة الحين أكبر حوسة ممكن تشوفوها بالعالم. بخرجها برا الغرفة وأسوي مجنون. اخر شيء بعطيها بخه بهذا البخاخ، هذا براند، هذا بنات براند سعودي، تذكروا عطر الشعر اللي وصلت لكم هو، هذا برضه من نفس البراند، رهيب رهيب رهيب. ريحه نظافه بنات، ريحته مره رهيبه. الحين من جد خلاص جاء وقت النوم، ميت 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 نوم، ابغى انام خلاص. ما صدقت الله اني ركبت المرتبه، يعني الحين بدخل في نومه الحمد لله. ما اقول لكم انا لي كم يوم اشتكي اني ما انام. خلاص اخيرا بنام. بالله تعالى اقول لكم شعوري بعد النطه هذه. يا جماعه الشعور مره مريح، بالله نفسي اخليكم تنسوا تحوا جنبي، عشان تعرفوا لو كذا تنطوا في السرير حق الفندق وخلاص تحسوا انه وقت النوم. يلا مره حلو الشعور. بس اخيرا كاني اشتريت فندق نمت في البيت. المهم خلاص يلا مع السلامه، بنام. احس جاني النوم بالغلط ما اعرف كيف، لكن يلا نسيت احط الكريم حق الحبوب. بقوم احطه وانا مو حاسه، ترى هذه اقل حاسه عندي. يعني الفرق بين هنا وهنا ننام احسن صح؟ صح.